الاسم حتى على الصدر طفلة الشهيدة، وهذه بحد ذاتها كلمة صعبة، كلمة مأساة. حتى احنا لما نيجي نكتب المسمى هذا صراحة الإيد بترجف، يعني الأمر صعب. خرج الطفل في وضع كان ما بين المتوسط والحرج، حاليا بعد تقديم الرعاية الطبية منذ الليل لحد الآن، يعني خلال الساعات القال فاتة، كان الأمر يتحسن تدريجيا. حاليا نقدر نقول أن الوضع مستقر على المتوسط.